أنا كتير بخاف من الحرب، ويعني هيك أولادنا يعيشوا نفس الحالة اللي إحنا عشناها فيها. خوفي يعني ما أكمل تعليمي. الجوع هذا أكبر خوف عندنا، الجوع. أنا أكثر شيء بخاف منه إنه ما يتحقق هالحلم. مستقبل أولادي ضاع، إنه راح يكبروا ويصيروا شباب ما فين يعرفوا يحكوا كلمة، ما فين يعرفوا يكتبوا حرف. أكثر شيء بخاف منه إني أنا ما أشوف أهلي، وبتمنى بالمستقبل إنه يجي يوم من الأيام وأرجع أنا وصغاري وجوزي لسوريا ونرجع نعيش هناك. هذا أكثر شيء بتمناه. إنه أرجع أعيش الحرب مرة ثانية، هذا أكثر شيء ممكن خاف منه. يصير عندي بيت، بس أنا الشيء اللي بتمناه بس إنه أملك بيت. أتمنى إنه هاي الفترة اللي عشناها، صرنا 9 سنين تقريباً، رح نصير 10 سنوات إلنا بهذا المخيم، أتمنى كلها تكون حلم ما يكون حقيقة، ونرجع مثل الأول على سوريا. نكبر أولادي وأشوف يعني أشوف المان بعزة حدا، يكون يعني كل واحد بيده مثلاً مصلحة كويسة، إنه يعني ما ينهان وينذل مثل ما أنا يعني شبهش. الحلم الحابب بحققه أنا العودة على سوريا، أنا وبي وأمي وأخواتي معي وأولاد عمي وكل عرابينا نرجع هالبلد بخير وسلامة. حلمي إن الدنيا تبطل حرب وإحنا نعيش كلنا بأمان.